إخوان، تحياتي لكم، تبارك الله عليكم. أخوكم راعي الغنم يحييكم من مدينة أزرو. تشكركم الإخوان، تشكركم على التعاليق اللي تتخليو ليا، تشكر الناس اللي دخلوا مؤخرا، مرحبا بهم، ألف مرحبا. الناس تتفرج فينا الإخوان، تابونا معنا إن شاء الله، يعني بكم إن شاء الله غادي نزيدوا القدام، والله يسخر الجميع. المهم الاخوان، اليوم جيتكم بعض فلوق جديد ان شاء الله، فلوق ان شاء الله الاخوان بالنسبه لهاد الوقيته هذه، يعني الحمد لله فهاد الشتي هذه تبارك الله، والارض سخونه، والله يرحمنا بالشتا، والله يعطينا على قد النفع. يعني هاد الشتي الاخوان اللي طاح شويه مؤخرا تتخلي يعني تينوض واحد شويه ديال الربيع، وهاد شويه ديال الربيع يعني تيكون بالنسبه للغنم قاصح على حساب الغنم، خصوصا الخروف، خروف صغير اللي ما مداويش يكون قاصح عليه الحال. المهم الاخوان، غادي نوريكم شويه، تشوفوا معنا شويه الربيع اللي نبت بالنسبه للجناب، بالنسبه للجناب ديال الويدان والبلايص الحفاري اللي شادين الماء، راه تينوض فيهم شويه ديال الربيع. وفي هذه الحاله هذه الا مشاكلها الخروف والخروف ما مداويش يكون شويه صعيب عليه الحال. يعني من الاحسن الانسان اللي عنده المرعى فيه شويه ديال ناض، فيه شويه ديال الربيع، يعني من الاحسن يداوي. تبارك الله عليكم. بالنسبه للدواء الاخوان، يدير الدواء ديال المراره، تلقيح الدواء ديال المراره احسن ما يكون. المهم الاخوان، الله يرحمنا بالشتا، والله يعطينا على قد النفع. هذا ما نقولوا، انا متواجد هنايا في هذا الواد هذا، يعني غير تاع الواد هنا محيط جمع الماء، داكشي باش ناض مع هذا الواد هذا، ناض فيها الربيع تقريبا، راه الحمد لله تبارك الله جاي. واول نبته الاخوان تتنوض هي هذا الشوك، هذا ديال الشوك في هذه الوقيته هذه، راه رطبه ودابا راه يعني تتاكلها الغنم، الخروف تياكلها. اول نبته تتنوض هي هذه، تدير الشوك فاش تتيبس الاخوان، تتعطي بحال هكا، هي هذه الشوك ديالها. المهم حنا تنقول لها القرنينه، هي هذه القرنينه. دابا فاش يلا عاد تتنوض كتكون مازال رطبه، يعني فيها هاد الشوك هذا، ولكن تيكون رطب. الخروف صراحة تيحقر عليه تياكلها. هانتوما كيما تتشوفو معنا، راه الحمد لله تبارك الله، مع الأرض سخونة تبارك الله، راه غي طاحت شوية ديال الشتا، غي شوية، راه ما نقولو شي شتيوا لي نقولو زعما راه، ولكن الحمد لله هذا قضاء الله وقدره، والله يعطينا الشتا على قد نفع. هذا ما نقولو، يعني هاد البلاصة هادي فيها الشوك وشادة، راه تبارك الله مشى الربيع تينوض فيها، والله ميسر. تحياتي لكم الإخوان، نشوفوا هاد البركة هادي اللي مقابلة هنايا، هانتوما كيما شتو. ولكن الإخوان يعني واخا تشوفوا غير هاد شوية ديال الربيع، راه ما ساهلش، الله يستر. يعني إلا مشى كتر فيه الخروف ولا شي حاجة، راه الله يدير الخير وصافي. المهم ما دير الخرف انا الاخوان، انا راني داويتهم، غير صراحه فاش كنت كنداوي ما صورتش فاش داويت، ولكن غادي نصور لكم الدواء باش داويت، غادي نصور لكم وتبارك الله عليكم. وما دخريف هذه الاخوان، كنا شرينا نهار ديال الثلاث، ولكن فاش قلبناها ما باين فيها والو، ولكن بعد دابا فاش قلبتها مزيان لقيت بانها راه كانت ديجا مهرسه وتقصحات، وهي تا مسكينه ما قدرتش تحط رجليها. دابا راه شويه انا راني درت لها، حنا تنقولوا ودي نعاري، درت لها شويه ديال ودي نعاري، حتى الزغب مشات تنتف ليها. هانتوما كيما شتو خرفان ما تيبغيوش يرساو كاع، تيقلبوا دابا مع ضاقوا شويه ديال الخضوريه، ما تيدورو تيقلبوا على الخضوريه. اللهم يسر، الله يسخر الجميع، تبارك الله، اللهم بارك. يعني الخروف في هاد الوقت هادي الا دقا شويه ديال الربيع تيقيل، غير تيجري ما تيبغيش يرصي، تيبدا يقلب على الخضوريه. المهم تحياتي لكم الاخوان، وتبارك الله عليكم، نتمنى يعجبكم فلوق، ونتمنى تستافدوا منا، وانا غادي نحط لكم التصويره ديال التلقيح اللي درت، وتبارك الله عليكم.